فكرة أول مرة أسمعها والله صراحة. فكرة المزيد إن شاء الله. الله يطول عمرك. نبدأ حنا. طيب عندنا مسفر بن رميثة. طيب أقول رجل عيونه مثل قد حز نادي ثابت وقصر العز ثبت ركونه، ورجل اللي يا من قام فوق أشدادي ميل أشداده ضاري بليونه، واللي يفرق في بياض وسوادي يحرص من صدوف الزمان وطعونه، ماني زبون الضحك ولا الدوادي وقت الرخاء كثر من يشترونه، أنا زبون المرجله وأشدادي خوينا نرخص لها الروح دونه، نطرب على الفزعات كانها عيادي راس المعزة ثابت في متونه، من شب ضوه ما تعود رمادي هذا هو اللي يكون ربعه يجونه، واللي يصك الباب دون المنادي جعل العمى يا رب يعمي عيونه. اللهم يا رب يعمي عيونه. انت في حال انت اجل انت مسفر في خطر.